حبيباتي، لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احسن الظروف وفي صحه جيده ان شاء الله يا رب. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، وان شاء الله غادي نعطيكم واحد الفكره رائعه رائعه رائعه. كيف ما كتشوفوا راني دابا كنصيف كنعجن في العجينه ديال البيتزا، وريت لكم يتسكت الماكينه العجانه زعما. المهم هاد الحلقه ديال اليوم راه بعيد على، او هاد لا فيديو هذا ديال هاد النهار هذا راه بعيد على العجينه ديال البيتزا، بعيد على الطريقه كيفاش نطيبوها ولا هذه. المهم اليوم جبت لكم واحد الطريقه ديال لاصوص بيتزا كتجي رائعه، كتحمق بلا ما نديرو لا مطيشه لا والو، غادي نكتفيو غير بالقشور ديال المطيشه. كيف ما كتشوفوا انا اللي نقيتها كنديرها في المجمد، غادي نكتفيو غير بهاد القشيرات هادو. المهم انا عندي هنايا تقريبا الا بقيت عاقله عندي هاد القشور ديال خمسه ديال المطيشات، ونوريكم المطيشه ماشي ديك. المهم هاد المطيشه هادي راه كتعطي اللون وزوينه زوينه زوينه بزاف، انا غادي نوريها لكم. انا كنشريها بالكثره وكنديرها في المجمد وكتبقى عندي بالنسبه هكا البيتزا ولا الحريره ولا جميع انواع لي صوب. المهم هي كتعطي داك اللون كيجي غزال. والمهم ما نطولش عليكم، كيف نقول لكم انا غادي نوريكم مطيشه كيف دايره. البنات كنحتاجوا هاد المطيشه هذه الطويله، ماشي ديك اللي كتكون مكركبه، كنحتاجوا لهاد الطويله هذه، هي اللي كتعطينا اللون وكتعطينا المذاق رائع زوين زوين بزاف، وكتجيش فيها الحموضه بزاف. المهم غادي ندوزو، غادي نجيب واحد الكاسرون. المهم انا عندي هاد الشيء شويه، عندي غير كاسرونه صغيره، غادي ندير معاهم نقيطه ديال الماء، ما غاديش ندير الماء كثير حيت ديجا راهم مجمدين. غندير نقيطه ديال الماء صافي، غادي نحطهم على نار تكون مهيله حتى غير كيدفاو ليا، ماشي كنخليهم حتى كيطيبوا بزاف، غير كيدفاو غادي نحيدهم. من بعد ما حطيت مطيشه كتهرب قشور المطيشه كيطيبوا، نجي هنا غادي نقطع الفلفله. الفلفله بعض المرات فاش كتكون رشقه ما رشقاش ليا، ما كنسطيهاش في الزيت، واذا كانت رشقه ليا كنسطيها. المهم دابا راه رشقه ليا، غادي نسطيها في شويه ديال الزيت هي ونصيله، ممكن حتى غادي نديرها في قنيصه في المقله باش ما يكونش عندي بزاف. كما كتشوفوا من بعد ما حطيت هذوك القشور ديال الطماطم فوق النار، كما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت الفلفله وساليت البصل غادي ندير واحد النقيطه ديال الزيت واحد شويه، ندير عليهم واحد رشيشة ديال الملحة، باش كيجيو بنان بيني وبينكم ضروري هاد رشيشة ديال الملحة. صافي غادي نحطهم على نار مهيلة ونحاول مرة مرة نبقى نقلبهم. غادي ندوز دابا باش نجبد واحد شوية الكبسة، اليوم غنديرها بالكبسة مغنديرهاش بالطون ولا صوت مجدد. ندير هاني يشرب. اوكي. اوكي. صافي واخا اوكي ليليا، عطاو ليليا. صافي القشور المطيشه هما نشفو من ديك الميه اللي درت بيهم باش تغلاو لي واحد شويه. غادي نخليهم حتى كيبردوا غادي نطحنهم. شوفوا معايا صافي، انا حطيت الصلصه اللي وجدت كتجي رائعه البنات، نتمنىكم تجربوها. يعني توجدوا بهذه اي نوع من المملحات ولا لي بات ولا المهم الانواع الشوربه، زوين زوين الصراحه، وكتعطينا اللون ما كنكثروش، اقتصاديه. دابا كتعلق ليا مع الفرماج اللي درت، نحاول معها حتى
انا كيعجبني كندير الفرماج هو الاول منو العجين ديال البيتزا، عاد كندير هاد الصلصه كيجي رائع، والليمون راه كيدور، الليمون ديال الكعير ب40 ريال عارف ما كيداير بسم الله خير. غادي نجي نديرها في الفلفلة، غادي نديرها بصلة، غادي ندير وحدة بالحار، وحدة غنخليها حلوة. صافي غنجيب دابا الكفصة هي اللي بقات ليا، صافي غادي نشعل الفران وندخلها للثلاجه الثلاجه عفوا. غادي هاد الفيديو ما غاديش ندير ليه لا مونتاج لا والو، كيف ما هو كيف ما غادي نديرو، حيت كنشوف راسي هاد النهار هذا راني تالفه ما سمعلي شنو فطور ما فطرتش غدا تغدينا، ايوا العشاء الكوتيها حنا تنقادو فيها راني تالفه ما عرفتش مالي. صافي دابا غادي نجيب غير واحد الزيت ديال البيتزا اللي تحار، غادي نديرو فيها من الفوق باش كتجي هاد الحشوة كاملة كتجي حارة ماشي حتى كنطيب عاد نديرها. صافي وهانتوما معايا حتى طيب البيتزا ونوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما يا البنات راه قلتلكم غنجيبكم الزيت ديال البيتزا الحار، باش تقطع ليه بالسنان. صافي دابا هادي راه جاهزة، عقلو معايا نمشي نقلبهم. المهم هادي اللي فيها بصلة كتيرة هي اللي فيها الحار. صافي غادي ندخلهم دابا الفران والفرماج حتى كيطيبو، عاد نحك عليهم تاهما الفرماج وندخلهم نعاود نخليهم تقريبا واحد ما بين 3 دقائق حتى 5 دقائق. صافي نخرجهم وهاد البيتزا ديالنا وجدات. المهم انا غادي ندخلهم دابا الفران ونطلقوا باش تشوفوا الشكل النهائي معايا. بعد ما طابت لاباط من التحت ديال البيتزا غادي نجي دابا غادي ندير فوقها الفرماج ونرجعها للفوق. اوكي قلت لكم غادي نحك عليها الفرماج، غادي ندير غير واحد شويه ما عنديش بزاف. صافي ندوز الاخرى حتى هي، واش عقلتوا معايا على اللي حاره واللي حلوه ولا لا؟ واقيلا هذه هي اللي حاره. دابا غادي ندير الفرماج غادي نطلقو. كما كتشوفوا معايا البيتزا ديالنا كتجي على هذا الشكل، هذا هذه الاولى لاطه مازال سخونه سخونه، هذه الثانيه. صافي غادي نحطو في طبق التقديم ونشاركو معاكم. كما كتشوفوا معايا كانت هذه هي البيتزا ديالنا كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي غزاله كتجي زوينه كما كتشوفوا معايا من التحت. كنقص عليها الفران كنخليها تطيب على راحتها حتى كتوجد.
وكان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. كنقول لكم البنات الى كنتو جديد في القناه تابوناو معايا وتضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وكنتمناكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع الصحاب ديالكم مع الحباب ديالكم. وشكرا على المتابعه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.